بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 35 la page 35. Au début de la page, comme nous le voyons, on a communication et acte de langage. Communication et acte de langage. Communication كما نقول تواصل et acte de langage كما نتكلم عن أفعال أو أقوال إلى غير ذلك خاصة بالمحادثة. Le premier paragraphe, je m'entraîne. إذا الفقرة الأولى, je m'entraîne, أنا أتدرب. Je présente ma proposition et j'écoute celle des autres. Je présente, أنا أقدم, أنا أعرض كما نقول. Je présente ma proposition et j'écoute celle des autres. Je présente ma proposition, أنا أعرض موضوعي et j'écoute celle des autres. ثم أنا أستمع لموضوعات التلاميذ الآخرين الموجودون معي في الفرقة أو المجموعة. إذا je présente ma proposition et j'écoute celle des autres. ثم أنا أستمع للاتي للآخرين المقصود. ثم أنا أستمع موضوعات التلاميذ الآخرين. Je participe à l'élaboration à l'affinement de la proposition la plus intéressante au sein du groupe. Je participe à l'élaboration, à l'affinement de la proposition la plus intéressante au sein du groupe. Je participe à l'élaboration. في إقامة أو في إنشاء. إذا je participe à l'élaboration. أنا أساهم في إنشاء. ثم à l'affinement de la proposition la plus intéressante. ثم à l'affinement. طبعا نتكلم على لو فيرب افيني. افيني يعني انك تصفي. لافينمو كما نقول التصفيه. المقصود هنا اننا نختار من بين موضوعات اخرى موضوعات لا بلو زانتيريسونت الاكثر اهميه. اذا كما اننا نصفي هذه الموضوعات لنرى ايها احسن. لنرى ايها احسن. اذا جو بارتيسيب ا ليلابوراسيون. أنا أشارك في إنشاء. طبعا نتكلم على لو فيرب إلابوري. à l'affinement et à l'affinement de la proposition. إذا نتكلم عن إنشاء هذا الموضوع ثم تصفية الموضوع. أي موضوع؟ la plus intéressante الأكثر أهمية. المقصود هنا أحسن موضوع. إذا أنا أساهم في إنشاء ثم في تصفية أحسن موضوع. au sein du groupe. au sein كما نقول في حضن. au sein يعني في حضن المجموعة. المقصود وسط المجموعة. ثم je m'évalue et je consolide mes acquis. je m'évalue et je consolide mes acquis. je m'évalue أنا أقيم نفسي. j'évalue c'est le verbe évaluer. هذا le verbe évaluer المقصود به أنك أنت تعطي قيمة للشيء. أنك تقيم شيئا. هنا عندنا لو فيرب سيفاليي يعني أنك تقيم نفسك. المقصود أنك تعطي لنفسك قيمة. المقصود أنك تنظر نفسك في أي مستوى أنت. أنك تنظر نفسك في أي مستوى أنت. هل أنت في مستوى متقدم متوسط متأخر إلى غير ذلك. إذا جو ميفالي إي جو كونسوليد ميزاكي. أنا أقيم نفسي ثم أنا أوطد كما نقول معارفي. pour informer sur un monument. إذا هنا طبعا سنرى بعض العبارات التي تستعمل طبعا في الموضوع عندما نريد تقديم يعني أثر. عندما نريد تقديم معلومة تاريخية مثلا. pour informer sur un monument j'utilise des mots et expressions comme. pour informer sur un monument من أجل الإعلام أو الإخبار sur un monument على معلومة. المقصود عندما نريد أن نخبر أو نعطي معلومات عن معلومة مثلا j'utilise des mots. أنا أستعمل كلمات expression comme ثم عبارات مثل nous sommes نحن vous êtes أنتم devant أمامه. مثلا نقول nous sommes devant le mausolée Mohamed V.
ou bien nous sommes devant la tour Hassan. On a dit maintenant, vous êtes devant la tour Hassan. نحن أمام صومعة حسان. أنتم أمام صومعة حسان. طبعا هنا المتكلم المفترض أنه يكون أمام مجموعة من أشخاص لا يعرفون هذه المعلمة وهو يتحدث ليعلم أو يخبر عنها. إذن نصام دوفون لاتو حسان. فوزيت دوفون لاتو حسان. أو تقدم أي معلمة تريد. ثم تقول إل دات دو. إل دات دو. إذن هي تؤرخ لكذا. المقصود أنها تعود إلى تاريخ كذا. مثلا كما رأينا نصام دوفون لوموزوليم 5 إل دات دو 1971. أو نقول إل أ إيتي كونستخوي 1971. هو بني في 1971. إل أ إيتي كونستخوي 1971. هو بني 1971. باغ. باغ. يعني من طرف. مثلا باغ حسن دو. أو مثلا باغ. ثم نذكر لو فونداتور. لو فونداتور يعني المؤسس. مؤسس لهذه المعلمة مثلا. إلى تي كونسي بور. إلى إتي كونسي بور. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب كونسوفوار. كونسوفوار يعني أنك تتصور شيئا. كونسوفوار المقصود بها أنك تتصور شيئا. طبعا تتصور شيئا من أجل غرض ما. مثلا أنك تتصور شكل حي من الناحية الهندسية ليتوافق مثلا مع المكان الذي سيتواجد به. أو مثلا تتصور آلة ما. آلة من الآلات لغرض ما. إذن إلى يتكونسي كما نقول هو تصور. يعني أنه تم تصوره. أنه تم تصوره بوغ من أجل. ممكن أننا نتكلم عن لوموزون محمسينك. ممكن أننا نقول مثلا إلى يتكونسي بوغ أبغيتي لي طومبو ديف محمد سينك حسن دو إيدي برانس ولا عبد الله. مثلا أنه تصور لكي يحتضن قبور كل من محمد الخامس الحسن الثاني ثم الأمير مولاي عبد الله. إذن إلى يتكون سيبور يعني أنه تم تصوره من أجل غرض ما. ممكن أننا نذكر من أجل ماذا تم تصور هذه المعلمة. حسب كل معلمة يختلف التصور، يختلف الغرض الذي جاءت من أجله. ثم في إطار تقديم المعلومة نقول إلى إطباتي سور إن سورفاس دو. إلى إطباتي طبعا نتكلم هنا على لوفيغ باتير ومن كلمة باتيمون. باتيمون يعني بناية. إلى إطباتي يعني أنه تم بناؤه. إلى إطباتي هو تم بناؤه سور إن سورفاس دو على مساحة كذا. على مساحة كذا كما نرى هنا متر كاري يعني كذا وكذا من متر كاري. نقول مثلا إلى إطباتي سور سيرفاس دو 10000 متر كاري أو بيان دو 100000 متر كاري إلى غير ذلك. يعني أنه تم بناؤه على مساحة 10000 متر كاري أو على مساحة 100000 متر كاري. أو نقول مثلا إلى إطباتي سور سيرفاس دو 1 هكتار أو دو 2 هكتار إلى غير ذلك. يعني أنه تم بناؤه على مساحة هكتار أو هكتارين إلى غير ذلك. أو ميليو دو ممكن أننا نضيف أو ميليو دو يعني في وسط كذا. مثلا نتكلم عن جامع القرويين إلى إطباتي سور سيرفاس دو. إذن هو بني على مساحة كذا. نذكر المساحة ثم نقول أو ميليو دو فاس. أو ميليو دو فاس مثلا إذن وسط فاس. أو بيان أون فاس دو يعني مقابل كذا. أنه تم بناؤه وسط كذا مقابل كذا. مثلا أون فاس دو لا غروند بوست. مثلا مقابل البناية الكبيرة لمركز البريد. ممكن أننا نذكر عدد الأشخاص الذين يزورونه يعني حسب الإحصائيات. إذن إلى كي
des visiteurs chaque jour. Il accueille des visiteurs chaque jour. هو يستقبل زوارا chaque jour, كل يوم. Ou bien, une fois par semaine. Une fois par semaine. أو مرة في كل أسبوع. طبعا ممكن أننا نذكر هنا العدد. Il accueille 100 000 visiteurs مثلا chaque jour. مثلا أنه يستقبل 100,000 زائر كل يوم. طبعا إذا قلنا il accueille des visiteurs chaque jour يعني أنه يفتح يوميا هنا. Il accueille des visiteurs chaque jour. هو يستقبل زوارا كل يوم كما عندنا هنا بمعنى آخر أنه يفتح يوميا. Ou bien il accueille des visiteurs une fois par semaine يعني أنه يفتح مرة في الأسبوع. إذن هو يستقبل زوارا مرة في الأسبوع المقصود أنه يفتح مرة في الأسبوع. المقصود أنه لا يفتح للزوار يوميا بل يفتح مرة واحدة في الأسبوع. إذن يمكن أن نقول il accueille des visiteurs une fois par semaine ou bien deux fois par semaine ou bien trois fois par semaine إلى غير ذلك. إذن نقول مثلا il se compose de يعني أنه يتكون من. Il se compose de يعني أنه يتكون من. مثلا كما رأينا في المسابق le musulman Hamsing se compose de la donne ثم une mosquée pour la prière إلى غير ذلك. إذن يمكن أن نذكر الأجنحة المكونة لهذا المعلمة أو الأماكن المكونة لهذا المعلمة. إذن il se compose de ثم نذكر من ماذا تتكون هذه المعلمة. ثم il constitue un patrimoine culturel mondial ou national. Il constitue يعني أنه يكون كما نقول il constitue أو يعتبر un patrimoine culturel mondial. إذن يعتبر تراثا ثقافيا عالميا ناسيونال وطنيا. ممكن أن هذه المعلمة تعتبر كما نقول أنها تراث معرفي أو ثقافي عالمي أو تكون فقط تخص وطن ما. إذن نقول ناسيونال. إذن نقول مونديال وناسيونال. أرشيتكتور أغابو مسلمان. أرشيتكتور أغابو مسلمان ممكن أننا نقول il fait partie à l'architecture arabo musulmane يعني أنه ينتمي إلى الهندسة المعمارية العربية الإسلامية. Il fait partie à l'architecture arabo musulmane. المعلمة تنتمي إلى الفن المعماري أو الهندسة المعمارية العربية الإسلامية العربية الإسلامية. إذا نقول il fait partie à l'architecture arabo musulmane. هنا عندنا je compose oralement une paragraphe d'une dizaine de phrases dans lequel je présente à des amis venus d'ailleurs un monument, un site important, des constructions se trouvant dans ma ville, mon village ou ma région. إذن je compose أنا أركب أو بمعنى آخر أنا أكون oralement يعني شفهيا un paragraphe d'une dizaine de phrases dans lequel je présente à des amis venus d'ailleurs un monument. إذن أنا أكون شفهيا un paragraphe يعني فقرة d'une dizaine de phrases. هذه الفقرة التي سأكونها شفهيا هي مركبة من عشرة جمل. D'une dizaine de phrases, مركبة من عشرة جمل, dans lequel je présente. إذا نتكلم عن هاد الفقرة, dans lequel, التي فيها. طبعا نتكلم عن un paragraphe, نتكلم عن الفقرة, كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية, لذلك نقول هنا dans lequel, ولم نقول هنا dans laquelle, لم نقول هنا dans laquelle, التي فيها, بل قلنا dans lequel, بل قلنا dans lequel. المقصود هنا الذي فيه. نتكلم عن هذه الفقرة اللي هي مذكرة في اللغة الفرنسية. Je compose oralement un paragraphe. أنا أركب شفهيا يعني بدون كتابة. أقول المقصود أنني أركب جملا يعني في المحادثة. D'une dizaine de phrases. إذن هذه الجمل التي سألقيها هي تقريبا عشرة جمل المكونة لهذه الفقرة. Dans laquelle. إذن هذه الفقرة المكونة من عشرة جمل والتي سألقيها شفهيا
التي فيها دون لوكيل جو بريزونت ا دي زامي فوني دايور انونيمو انا اقدم لاصدقاء جاءوا من مكان اخر جاءوا من مكان اخر انونيمو يعني معلمة اقدم لهم اثارا تاريخيه اثار تاريخي او معلمة تاريخيه ان سيت امبورطون او اقدم لهم صرحا مهما او موقعا مهما تاريخي دي كونستركسيون سو تروفون دون ما فيل او اقدم لهاد الاصدقاء دي كونستركسيون يعني بنايات سو تروفون دون ما فيل متواجده في مدينتي مون فيلاج متواجده في قريتي او ما ريجيون او متواجده في جهتي في جهه من الجهات ممكن ان تكون باديه او غير ذلك اذا المطلوب هنا ان اكون جملا طبعا القيها على بعض الاصدقاء الذين ياتون من مكان بعيد او من مكان اخر لا يعرفون المنطقه طبعا اقدم لهم في الجمل امونيمو اقدم لهم معلمه او ان سيت امبورطون او اقدم لهم يعني صرحا او مكانا موقعا تاريخيا اقدم لهم دي كونستركسيون اقدم لهم بنايات سو تروفون دو ما فيل متواجده بمدينتي مون فيلاج سو تروفون دو ما فيل مون فيلاج المقصود هنا سو تروفون دو ما فيل سو تروفون دو مون فيلاج سو تروفون دو ما ريجيون يعني متواجده بمدينتي او متواجده بقريتي او متواجده بجهتي طبعا حتى لا نكرر هاد سو تروفون طبعا قلنا سو تروفون dans ma ville, فاصلة, mon village, ou ma région, ou في جهتي, ou في جهتي, la région, يعني الجهة. Je peux mettre en ligne sur le blog de la classe le texte obtenu. Je peux mettre en ligne. يمكن أن أضع. طبعا هنا عندنا le verbe pouvoir. يعني استطاع أو أمكن. يعني المقصود هنا يمكنني أو أستطيع. Je peux mettre en ligne. أن أضع على الخط ما معنى هذا أن أضع على الخط المقصود يمكن أن أرسل هذا الذي كتبته على الإنترنت أونلين على الخط على الإنترنت sur le blog de la classe sur le blog de la classe طبعا يمكن أن يكون عندي بلوج الإنترنت خاص بالمدرسة أو بالقسم أضع عليه ماذا؟ لو تكست أوبتوني يعني النص المتحصل عليه طبعا لو فيرب أوبتونيغ ينال كما نتكلم هنا عن النص المنال النص المنال المقصود هنا النص المتحصل عليه طبعا عندما نتكلم عن لو فيرب أوبتونيغ كما قلنا فعل نال المقصود أنك تتحصل على شيء نال المقصود به تحصل على شيء إذن هنا لو تكست أوبتوني إذن نتكلم عن النص المتحصل عليه